Hello again. So we talked about last time how to draw a bocce ball, and we said that we're going to use the same paper that we used to draw the bocce ball to do a SpongeBob. So المرة الماضية حكينا كيف نحن نرسم البوكي بول أو البوكيمون طابة البوكيمون، وهلأ حنستخدم نفس الورقة اللي رسمنا عليها الطابة لحتى نرسم سبونج بوب. هلا بدي اياكم تفكروا انه انا اذا مثلا طابتي رسمتها هون ماشي مثل صفحه، عندي كل هي الصفحه فاضيه، وين بدي احط السبونج بوب تبعي؟ انتوا فكروا وين بدكم تحطوه، مو انا، مو مثل ما انا ححطه، انتوا حطوه وين ما بدكم، فيكم تقولوا انا بدي سبونج بوب صغير محطوط هون، او بدي سبونج بوب كثير كبير بالنص، او بدي سبونج بوب صغير على طرف، او بدي ارسم ثلاثه سبونج بوب، اربعه، خمسه، 10 سبونج بوب. تمام، هاي الافكار انتم بدكم تفكروا فيها وتشوفوا شو بدكم. You're gonna think about where to place SpongeBob now. Are you gonna do SpongeBob small size on the side or big size in the middle or all around, or you do like 10 different SpongeBobs? That's your choice, and this is called composition, where we place things inside the page. Deal? Okay, let's get started with the SpongeBob. I asked you last time to practice drawing rectangulars and squares. So now we're gonna draw this square, and after you finish this, you're gonna measure around what is this space? This is sort of like a quarter or less. So you're gonna do a line right here. And you want to get SpongeBob to be as perfect as possible because this is his body. Okay, that's step one. هلا بدنا نرسم نحن مثل ما قلت لكم لازم نتدرب على رسم المستطيل. بعد ما ترسموا المستطيل حنحدد هون خط مستقيم. وبدكم تحاولوا انه المربع يكون او المستطيل يكون راكز لانه هذا حيكون جسم SpongeBob. الخطوة اللي بعدها مثل ما حكيت دائما بتوقفوا الفيديوهات وبتتبعوا خطوة بخطوة، فإذا أنا عم بمشي بسرعة أنتوا وقفوا الفيديو ولحتى تخلصوا رسم الخطوة بترجعوا بتشغلوا الفيديو على الخطوة اللي بعدها منها. Pause the video for each step until you finish, you can play the video again. So here we're doing the second step of drawing SpongeBob. Now after we finish doing the square, we're gonna add this little arm right here, which is a triangle. And this is small triangle here, and then rectangle here. حنرسم هدول المستطيلات اللي هن حيكونوا طرف الرجلين، بداية الرجلين، وهون حيكون عنا الإيدين، وهي عنا الإيدين، مثلث بمثلث بمستطيل مستطيل. تمام؟ يلا بننتقل على الخطوة اللي بعد منها. بعد ما رسمنا الإيدين والرجلين رح نجي نرسم الزخرفة اللي حتجي حوالي المستطيل. We're gonna draw this curved line. So look at this. This is sort of like a half circle. ماشي، هيك أنا نص دويرة عم تنزل لتحت ترجع تطلع لفوق، تنزل لتحت ترجع تطلع لفوق، وكأنه نص دويرة لفوق نص دويرة لتحت، نص دويرة لفوق نص لتحت. Sort of like a half circle going down and half circle going up. We're gonna do that all around, even here. Okay. Next step, moving on to the next step. Remember what I keep saying always, 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 and I'm gonna say it one more time. When you draw, you always wanna use light pencil. You don't wanna press on the paper. You don't wanna do this. This is hard to erase. You wanna draw everything with a very, very light pencil, okay? Because now if I'm gonna erase anything, I can erase it. If I'm doing light lines, like look at my lines right here, and I'm doing this line, for example, and I'm doing the legs for SpongeBob here, and then now I'm doing, what else, the arms, and I'm doing, عم نرسم أنا وإحنا بخطوط كتير 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 فاتحة، ما عم غمق الخطوط تبعيتي, and now I'm doing this, I'm not gonna finish it, بس look, now إذا بدي أمحي, فيني أمحي بكل سهولة, لأنه القلم تبعي مانو غامق, فإذا أنا بعد ما خلصت رسمتي, جيت محيت, شوفوا شلون عم يمحها ما عاد تبين ابدا كانه ما كنت راسمه شيء من الاساس. اما اذا جربت امحي لو راسمه هيك بهذا الخط السميك، شوفوا قد ما محيته
ليكو قد ما محيت قد ما محيت قد ما محيت عم يضل ليكو هي حامحي اكثر واكثر 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 عم يضل قد ما محيت بضل الخط مبين قد ما محيت شوفوا قد ايه محيت كثير 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 لسه علام الخط مبين ما راح عندي. اما لما برسم بخطوط كثير فاتحه فانا بمحيها وما ببين عندي ولا اي شيء كانه ما كان مرسوم شيء من الاساس. ضروري ضروري ترسموا بخطوط فاتحة. شوفوا هلا بعد ما وصلنا لهون شو رح نعمل؟ إذا بتلاحظوا هون حنمحي المربع اللي كان هون عندي جوا بس اللي فوق. نحن كان عندنا مربع هون، هلا إذا بتطلعوا على رسمتكم حتلاقوا إنه أنتوا عندكم مربع هون تمام؟ هذا المربع نحن حنمسحه بس هذا اللي تحت هون ما مسحناه ما محيناه، بس هذا المربع اللي فوق اللي محيناه، بس هدول الخطوط اللي محيناهم. تطلع عندكم بهالشكل هذا. هلا بعد ما خلصنا هي الخطوه، بعد ما مسحنا الاطراف، هلا صار وقت انه شو نرسم؟ نحن نرسم العيون. رح نرسم العيون، في خطوتين كمان ما شرحت لكم اياهم، خليني اورجيكم مره ثانيه. شوفوا قبل ما نرسم العيون عند المستطيلات هدول اللي رسمناهم تبع الرجلين، رح نرسم مستطيل هون طويل وهون مستطيل طويل، وهون طلعوا كيف رح نرسم الايدين، يعني المثلث اللي رسمناه اول شيء هون هو هذا المثلث طرف الكم، وهون عم نرسم الايد نازله منه كانها هيك خطين ورا بعضهم. هقربها على الكاميرا اكثر مشان تقدروا تشوفوها مزبوط. هلا بعد ما رسمت هدول المربعات والايدين حننتقل على العيون. هلا هون بالعيون راح ارسم دائرتين كبار دائين ببعضهم من هون، هدول العيون، وحارسم له كمان قبة الكنزة تبعيته والجرافي. We're gonna draw here the collar and the tie, his short tie. Okay, that's the beginning of the shirt tie and that's the collar. Next step, it's going to be now adding the details for the eyes. So in the center of the eye, you're going to draw a circle and another circle. رح نرسم دائرة بالنص ودائرة تانية حواليها، وهون نفس الشيء حنرسم دائرة بالنص ودائرة تانية حواليها، وحنرسم الرموش هون ثلاث خطوط بثلاث خطوط للرموش، ورح نكمل الجرافي. We're going to finish up the tie. So we're going to draw another sort of a rectangular right here. Okay. And we'll add some details for his foot. So see those little lines here? It's the socks. Next step now, it's looking like a SpongeBob. Look, it looks like a SpongeBob now. So we're gonna make this black, add the nose, add the mouth. Again, the mouth is sort of like a circle, part of the circle. And then you can add those details here for his cheeks. And in here, we're gonna draw the shoes. Look at the shoes. The shoes basically is a square and an oval shape. So البوت تبعه هو عبارة عن مربع، وجنب المربع في عندي هون مثل شكل بيضوي. يعني أنا حأرسم الشوز تبعيته مثلا، كمل هون مثلا، إذا أنا عم برسم بس الشوز حأرسم هيك مربع، وهون رح أرسم منه شكل بيضوي. هذا هو البوت تبعه. هي عندي كمال الرجل تبعيته، وعندي هون الجرابات. هذا البوت تبع سبونج بوب. ننتقل على المرحلة الآخر شي. هلا نحن تقريبا خلصنا، رح نلون البوت كلياته مثلا أسود، العيون كلياتها سودا، وهيك بنكون خلصنا رسمة سبونج بوب وصلنا جاهزين إنه نلون. لما بدنا نلون شوفوا كيف الألوان رح نعملها. سبونج بوب هو مو سبونج، هو مو ليفة، الليفة مو إلها دوائر. شوفوا فيكم تضيفوا هدول الدوائر وتعملوهم بلون أغمق. البنطرون تبعيته فينا نحط له هون كأنه لابس شاط. So we can do like a belt for the pant, okay? You can do the tie, whatever color you like.
Now look at the socks. We color the socks and the shoes. So the end SpongeBob would be something like this. And now your art piece should look like a Pokeball and a SpongeBob on the same page. So هلا انتو لازم الورقة عندكم يكون مرسوم فيها طابة البوكيمون والسبونجباب معبين الورقة كلياتها. وبشوفكم بالفيديو الجاي لحتى نرسم بيكاتشو.